السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. حصتنا اليوم ان شاء الله غنتعرفوا فيها على الجمل الاساسيه غتساعدكم في تعلم اللغه الفرنسيه بسرعه. هذه الجمل اللي غنذكروا كلها جمل مهمه نستعملها بكثره. فلنبدا على بركه الله. اذا اردت ان اقول باللغه الفرنسيه لقد انكر كل شيء فهي Il a tout nié. Il a tout nié. Il a tout nié. لقد أنكر كل شيء. Il a tout nié. فلو فيرب نيي هو الفعل أنكر. العبارة الموالية: إذا أردت أن أقول انسى الأمر أو لا عليك أو انسى الموضوع فهي Laisse tomber. Laisse tomber. ليس طومبي، أكيد معنى هذه العبارة هو انسى الأمر أو انسى الموضوع أو لا عليك. داكور؟ ليس طومبي. هذا لي، إذا أردت أن أقول هذا لي فهي سي أ موا. سي أ موا. سي أ موا. سي أ موا. هذا لي. تعال عندي. بالفرنسية نقول viens chez moi. viens chez moi. viens chez moi. viens كتعني تعال، عندي chez moi. viens chez moi. تعال عندي. وإذا أردت أن أقول لم يأتي، بالفرنسية لم يأتي هي il n'est pas venu. il n'est pas venu. il n'est pas venu. لم يأتي. il n'est pas venu. معد في البيت. فإذا أردت أن أقول معد في البيت فهي fais maison. fais maison. fais maison. ça veut dire معد في البيت. fais maison. أريد المزيد. بالفرنسية نقول j'en veux encore. j'en veux encore. j'en veux encore. أريد المزيد أو أريد أكثر. j'en veux encore. من المتصل؟ فإذا اتصل بي شخص عبر الهاتف فأحمل السماعة وأقول من المتصل؟ بالفرنسية هي qui est à l'appareil. qui est à l'appareil. كما نقوله الو كي تا لاباري، يعني من المتصل؟ لا يهمني. بالفرنسية نقول سامي ايغال. سامي تيغال. سامي تيغال. سامي ايغال. سامي تيغال. لا يهمني او انا لا اهتم. سامي تيغال. هذا بديهي. بالفرنسية نقول cela va de soi. cela va de soi. cela va de soi. لقد سئمت. j'en ai marre. j'en ai marre. j'en ai marre. مثلا لبغيت نقول لقد سئمت من هذا الضجيج فهي j'en ai marre de ce bruit. j'en ai marre de ce bruit. الآن إذا بغيت نقول شي شخص هذا اللون لا يناسبك، فبالفرنسية هي cette couleur ne te va pas. cette couleur ne te va pas. cette couleur كتعني هذا اللون. ne te va pas لا يناسبك. ne te va pas لا يناسبك. cette couleur ne te va pas كتعني هذا اللون لا يناسبك. إنها قد غادرت. إذا بغيت نقول باللغة الفرنسية قد غادرت فهي elle est déjà partie. elle est déjà partie. elle est déjà partie. أما إذا بغيت نقول أخبرني أنه سيأتي فهي il m'a dit qu'il viendrait.
Il m'a dit qu'il viendrait. Il m'a dit qu'il viendrait. الآن لبغيت نقول هو يعمل مثلك. الفرنسية هي Il fait comme toi. Il fait comme toi. Il fait comme toi. استمتع بوقتك. فهي Amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien. Amuse-toi bien. كتعني استمتع بوقتك. Amuse-toi bien. أو استمتع جيدا. تماما. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait كتعني تماما. Tout à fait. أراك لاحقا. بالفرنسية هي À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. أراك لاحقا. À la prochaine. اتبعني. بالفرنسية نقول Suis-moi. Le verbe wa, le verbe suivre. هنا le verbe عندي في الامبيراتيف فهي Suis-moi. اتبعني. بالفرنسية Suis-moi. قلنا le verbe wa, le verbe suivre. Suis-moi. اتبعني. Suis-moi. الآن إذا بغيت نقول دعني وشأني أو اتركني بالفرنسية هي فيش موا لا بي. فيش موا لا بي. فيش موا لا بي. انتبهوا بالنسبة لا بي كنكتبوها بإكس آخر الكلمة ولكن لا تنطق. فيش موا لا بي. دعني وشأني أو اتركني. أو اتركني وشأني هي فيش موا لا بي. مع العلم أن. فإذا بغيت نقول مع العلم أن أو علما فهي sachant que. sachant que. فsachant que كنستعملها بزاف كتعني مع العلم أن أو علما. علما أن sachant que le verbe و le verbe savoir sachant que. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. تعرفنا فيها على الجمل الأساسية غتساعدكم في تعلم اللغة الفرنسية بسرعة. فهاد الجمل اللي ذكرنا كلها جمل مهمة وكنستعملوها بكثرة. فما تنساوش تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة. وما تنساوش أيضا ضغط على زر إعجاب أو جيم فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس. ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.